متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمنطقة الجنوبية الغربية والغربية، وهي عبارة عن حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي وأيضا الموجة الحارة التي تؤثر على شمال وشرق المملكة. لا بأس أن نستعرض هذه المحاور الرئيسية التي سنتحدثها في هذه النشرة، وهي اشتداد حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء، فرصة سيول عالية في جازان المدينة والمنطقة أيضا، وموجة حارة على شمال وشرق السعودية مستمرة. سوق الأقمار الصناعي ملتقطة خلال 7 ساعات صباح اليوم توضح انتشار الغيوم المتوسطة والعالية في عموم منطقة الربع الخالي، المنطقة الوسطى، المنطقة الغربية والجنوبية الغربية، هي ناتجة عن تدفق لكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية قادمة من المناطق المدارية، تحديدا من منطقة بحر العرب. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع الأمطار أو خرائط توزيع شدة الأمطار على المنطقة الجنوبية الغربية اليوم الثلاثاء بإذن الله، حيث تشتد حالة عدم استقرار الجوي في المنطقة الجنوبية الغربية، تعطل زخات رعدية غزيرة من الأمطار على كل من منطقة جازان، عسير، الباحة، منطقة مكة المكرمة، الطائف، امتدادا حتى المدينة المنورة، ربما تشمل حتى المناطق الساحلية ومدينة جدة خلال ساعات المساء من يوم الثلاثاء. تركيز الحالة الجوية يتوقع أن يكون في منطقة جازان وعسير، حيث تعطل زخات غزيرة من الأمطار في تلك المناطق. أيضا تكون الأمطار غزيرة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تعمل على ارتفاع منسوب المياه وحدوث السيول تكون فرصته عالية. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع الأمطار من الثلاثاء إلى الخميس بإذن الله. كما تلاحظون تركز للأمطار الغزيرة في المنطقة الجنوبية الغربية بشكل يومي، تبلغ ذروتها يوم الثلاثاء خاصة على منطقة جازان، حيث يتوقع أن تكون فرصة تشكل السيول عالية خلال ساعات الظهيرة والعصر والمساء من يوم الثلاثاء. أيضا تشمل فرصة السيول قبل من منطقة عسير، أيضا منطقة الباحة ومنطقة مكة المكرمة والطائف، وتمتد حتى منطقة المدينة المنورة. لكن خلال ساعات المساء والليل يتوقع أن تتحرك هذه الغيوم الرعدية غربا باتجاه المناطق الساحلية، لكن تكون بأقل شدة، حيث تشمل كل من مدينة جدة وأيضا سواحل منطقة عسير وسواحل جازان، حيث تكون هناك أكثر غزارة. أيضا يتوقع أن تكون فرصة السيول عالية في مدينة جازان خلال نهار يوم الثلاثاء وأيضا خلال ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء. ننتقل الآن إلى تفاصيل الموجة الحارة التي تتأثر بها المنطقة الشمالية والشرقية، حيث يستمر تأثيرات الكتلة الهوائية الشديدة للحرارة على المنطقة الشرقية والشمالية طيلة الأسبوع الحالي، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة وعالية والطقس يكون شديد الحرارة ومرهق على كل من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، منطقة حفر الباطن، المنطقة الشرقية، منطقة حائل، وتمتد بشكل أقل إلى منطقة القصيم وأيضا منطقة الرياض. يتوقع أن تستمر تأثيرات هذه الكتلة الحارة خلال الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع بإذن الله. ننتقل الآن إلى العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يشهد الطقس غائم جزئي مع 34 درجة مئوية. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، يوم الثلاثاء الطقس غالبا صافي مع 44 درجة مئوية، أما الصغرى 34، الأربعاء أيضا يستمر الطقس صافي مع 44 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 33، ويوم الخميس ارتفاع على الحرارة طقس حار 46 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 35 درجة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.